على وش هي ام الرغيف ترابش بيه معايا الطبيب فوالا وانا باش نحط روحي بحتها بيل خاطر امي وانا سردت وعندي مي اسمها خوا تبليت بالحب عمري 14 سنه troisième année deuxième année secondaire c'était un amour extraordinaire حب رومانسي اتسيتيرا دونك الانسان اللي عطيتو مشاعري قررت باش نكمل معاه حياتي عرست عمري 19 سنه في دار راجلي عاودت الباك نتاعي في ليتاتيك بيان سور باش تعاود الباك نتاعك في ليتاتيك فما شروط معينه ما يلزمكش كباب وما يلزمكش مكياج وما يلزمك حتى شيء طبليه زرقاء وانا مارسه نمشي ونجي نقرا على روحي في الليسي الغاب اخر العام جو سوي تومبي انسانت ما كملتش نعدي ليكزامان نتاعي عديت الباك لكن سيتي فريمون جوست جبت بنتي tout de suite après j'ai obtenu une carte fédale. Je me suis appliquée le marché fédale. T'as l'air d'un casque. Une carte, une haute, 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 une haute. Et j'étais fière de ça. Mais je me disais que ça va, c'est bon. On y aurait une haute, 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 une haute. Je me suis fille de moi-même. Kabata, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit. كبرت بنتي شوية دخلت نعم في أثبي نقرأ نمشي غير ساعتين في النهار نهار اللي باش نعدي ليكزاما نسيت بطاقة التعريف نتاعي رجعت نلقى بنتي زرقة بالبكاء على هي أن كو ديفل من عند الإنسانة اللي خليتها بحديها نزعت حوايجي وقعدت وقررت قلت مادام أنا حطيت أن بيبي في كرشي قررت باش ننتج في الحياة إنسان لازم نكون في المسؤولية نتاعي لكن ما حبيتش ننسى روحي القراية أنا أستمر ترحيل في قلبي هكا ترحي سبتو إحنا في عائلة ثمن وتقدس القراية مش ثمن بقى تقدس القراية كل عنطخي سكولير الناس بمشي تقرأ وإن نبدأها حاجة نقصتني على خ الواعز الوحيد والحاجة اللي تهني لي على قلبي هي أولادي قول هان نكبر في أولادي بشوية بشوية حتى ينكبروا الأولاد ولا عاود ولا يعرف ينجم يدفعوا على نفسهم أبخي 17 عام En fait, j'ai eu un déclic Z entre temps. Quand je suis à ce moment-là, je me suis dit que je suis allée à la maison. Je me suis dit que je suis allée à la maison. Je me suis dit que je suis allée à la maison. Je me suis dit que je suis allée à la maison. في الخيشة نزلت قلت والله تستاهل تقعد كان غادي بعد قلت لا والله جو ميريت با تدخل لا جو لو ديكليك ديت وقتها مرحلة القرار في رونتري عامتها لميت أولادي حكيت معاهم هما صغار ماركا ولدي 17 عام قلت والله ماما تحب ترجع تقرا نجموا تعملوا على نفسكم في الحاجة هذه وفي الحاجة هذه وفي الحاجة هذه راه فما شروط هما بهتوا بالنسبه لهم اما ما تقرا ما تنجمش تدخلهم في مخهم خاطر انسان يقرا تلميذ صغير ولا من بداتهم الكل اي قال لي ماما اش تقرا تخدعها جست هكا لعبه في المانيج وباش نرجعوا فريح فريح المصهول وكا هاو بعد ما حكيت مع ولادي حكيت مع راجلي قلت له نحب نرجع نقرا قال كيفاه ما كيفاه مسير السيد سوريا محطة انا منظمه جو في جو بخون توت لا فامي اون شارج وكل شيء مشي قلت له جرب جمعة بركة كان ما قمتش في واجباتي وقتها عندك الحق تحتاج قعدت نعم في دورة على ليسي بريفي خاطر أنا وقتها ما عنديش الباك أبخي 17 عام مشيت قيدت في ليسي بريفي وكركرت كركي بالبداية قلت له ها هو الليسي باش نقرا فيه وها هو الأنظمة اللي موجودة فيه وها هو التو دو ريوسيت وها هو الأساتذة وكل شيء خاطر تحب ولا تكره مازالت على نفسية الرجل الشرقي لازم يعرف وين تمشي بالبا والتاء أنا حضرت له الشهر قعدت نقرا على روحي في ليسي بريفي نحن في ربي اللي جيت نسكن في تونس اللي جيت تونسيه اللي بعد 17 عام نقعد على كرسي وطابلو قدامي ونقرا ناكل في الماكله قرايه مش نقرا نحس روحي عطشانه 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 على القرايه بعد 17 عام قلت حتى كان مش نقعد نعاود الباك 10 مرات 20 مره انا باش ناخذها باش ناخذها نقرا نتبلانطا قدام الاستاذ من قدام ما يهمنيش شنو يصير وراي المهم ناخذ جيت مع لاسيتا خذيت الباك
extension très bien après 17 ans. Voilà. Quand tu smines, nous on vient, on marche une kilo. J'ai un plein laboratoire. Je crée des créations culinaires, on est. Donc, je vais la femme en même temps. Donc, je vais te faire une tartine, ma tourte. D'ailleurs, le marne est toujours là, je t'ai apporté à tous, il me parle à la tartine. Donc, je vais te faire une tartine, comme le poupée russe. Je trouve un court métrage qui dit beaucoup de choses. Voilà, c'est un projet d'études de la troisième année. Je vais te faire un discours en tête. سيرش وهم تجوين حول ان كوليزيون مع التابلون تاع اسمه وازو كوسميك ديجا صورته من قبل ندخل نقرا في البوزار كيف كنت نعرض اللوحات نتاعي نحط دون لي زيكسبوزيسيون نبدا نتصنت فك لي كريتيك دار والناس اللي يشوفوا ليكسبوزيسيون نحسهم يبداو يعملوا يأولوا ويعملوا قراءة للوحة وأنا ما نعرفهمش يوصلوا باش يمسوني من خلال اللوحة نتاعي وأنا ما نعرفهمش قلت هذوما كيفاش ينجموا يفهموني ويحسوني من خلال اللوحة لازم القراءة اللي قراوها هي اللي خلتهم يعملوا هكا ويفهموا هكا دونك لازمني أنا نقرا باش نجم نفهم فاش قاعدة نعمل ونفهم ونتواصل مع لوحاتي ونتواصل مع لوحات الآخر كيف خديت الباك ما كانش عندي اختيار آخر وخيار آخر كي مش عن توعية وعن تبي خاطر باش نقرا في البوزار دخلت نقرا في البوزار وجهلت عليا من الأول على خاطر قلت هذوما الناس باش نقرا معاهم الام الطيب والام تحضر والام تحدد والام تحضر كل شيء انا كيفاش نعمل نعمل هذايا وانا عندي ولادي اون شارج سورتو دو زاباليسون عملت هكا بزيت هكا هكا لقيت بلاستي نقرا على روحي تعرف السنه معناتها يقرا على روحه معناها ما يستناش المعلومه باش ياخذها كان عند الاستاذ يروح يقرا على روحه وربي وفقني ونجحت والمجهور في البازار وما كنتش نحلم حتى دقيقة اللي أنا نوصل باش ننجح صح الفاكولتي كانت مجرد تجربة لكن بشوية بشوية وديما عندي تحت ذهني إذا تعلقت همة المرء بما وراء العرش لنا له ما نحطش ما صعبش عليه الأمور نمشي بالدرجة عندي أوبستاكل هدايا نهتم بيه نفوتو نتعدى الأوبستاكل من بعده نهتم بيه نفوتو اللي من بعده حتى لين وصلت ونجحت الى حد ما ما نقولش نجحت توا نعمل في ديسكور وجاي حتى اون انستون في قلبي هكا نقول فيها ديما شو غافون رد بالك تضربك الدعوه ديما هكا ديما محطوط رد بالك حتى كان تنجح ديما تمشي هكا كوم ان سون دو فون محطوطه معايا حتى انسان يقول لي انا مكتمل الاكتمال هدف وانت تسعى للاكتمال وانت تحقق في النجاحات حتى شيء ما هو مستحيل بيرسيفيرونس والغرام والعشق انا عندي حكاية عشق مع الفنون عاشقة الفنون كي نخدم في البوزار ما نحسش بروحي أديني حتى إكزارسيس يعطيهولي الأستاذ المسلط عليا نعدي نهايرين ثلاثة وأنا نبلع فيه حتى لين الوالدين تاعي حتى لين نحبو نعشقو نخدم إكزارسيس هذا اللي عملته هو عشقة هو إكزارسيس فرض علينا عديت مدة وأنا نلوج كيفاش باش نتناولو حبيتو عشقتو قدمت فيها عمل كيف ما كان دونك حتى شيء ما هو صعيب بيرسيفيرونس والصدق صدق الخدمة خاصة في الفن إنسان كي يبدأ يدير لي شوز باغ لي شوفور إن أبوتي با ما يوصلش للإنسان الآخر يبقى صادق ويعطي أو فون دو لوي ما يكنبصش ما يفكرش وما يعملش حساباته ويعطي قد ما يقدر ياخذ قد ما يقدر دونك تجربتي راهي تجربة ماهيش خايبة باهية نعتبرها ونشجع كل إنسان كل امرأة والله لا ما فاتك شيء ما فاتك شيء كل امرأة تحس بروحها عندها جانب ناقصها ما عندها حتى مشكل باش تحب تكملوا في اي اتجاه مادام كانت تحكي لنا على الاكسبيرونس نتاعها كلوب في الفوتو عملت فورماسيون توا الافاق موجوده المهم انت شق في نيتك وتشد صحيح في الاتجاه نتاعك وتقدر تربي توصل خلي نكملكم لا عملت ثلاثيام اني نتاعي عملت اكسيدون وهي ما سبيساليتي نتاعي فانتور النير كوبيتال نتاع يدي ليا دونك الموفمون نتاع يدي في البانكور ما عادش باش نجم نعمل وانا يلزمني نكمل عملها لخاطر ولدي عامل جاي عنده قرايه معينه يلزمني نتلهى بيه شنو باش نعمل؟ يلزمني قريت اجبد الانسكريبسيون تاعك وخليها عامل حتى تبرا لا قلت لهم والله حتى كي نصب حتى بشعر حتى بدني
جو دوا ابوتير ويزيني نعمل الميتريز نتاعي. انا بعد الاكسيدون ربي عطاني فرصه اخرى في الحياه، اقل حاجه هو نفس في داخل خارج، كل دقيقه في الحياه كل نفس في نفسه هي فرصه في الوجود. دونك انا حبيت نستغلها، خدمت بالباتور سوفلي دايور. Au début, j'ai fait comme un nom préhistorique. D'ailleurs, j'ai fait une étude de la cuisine. D'ailleurs, j'ai fait la cuisine qui est déjà dans les matières culinaires. Mais là, je me suis mis en famille. Et je me suis mis en famille. Après, un peu, j'ai mis une technique. Je mets la matière. Et quand j'ai mis la peinture sur la toile, je commence à souffler. Au fait, la surprise, le rythme, des formes, des tripes et des formes viscérales. تنطبق مع التعبير اللي نحب نعبر عليه، سيت اكسبرسيون جويجي خارجة، سيت اكسبرسيون فيسيرال. وشكلت لوحات لو كونسيبت جينيرال نتاعها اللي هو لو فيسيرال، لكن تتعدد الوجهات نتاعها. وعملت اون اكسبوزيسيون بيرسونيل دغيان اخر سنة سميتها نفس، اللي قعدت مدة ويبتي. واحدة أخرى تنقز على الأوكازيون تقول لها عندي اون تكنيك سبيسيال نتاعي نجم نفرحكم، اللي هي سيت اون تكنيك بخي. C'est une technique à moi, tout à fait l'énergie, mais je n'ai pas envie d'être pragmatique, je n'ai pas envie d'être masse-la-chie. Quand je n'ai pas une exposition tout de suite, pendant 4 ans, je fais tout un travail sur moi-même, pour que je puisse faire un travail, pour que je puisse faire un travail. Dans le musée archéologique de Sousse, il y a un travail. Dans le travail, عملت من إك معناتها الخدمة نتاعي تقدمت في الميزي أركيولوجيك، ما على خاطر لا جام كروماتيك نتاعي تتماشى مع الفضاء، مي في نفس الوقت فما دي لونيغ تعبت من الحبس وفما معنى. ساعات نحس في الأصوات نتاع المحبوسين غاديك ظلما ولا الله أعلم تثبت منهم حريتها. هو قدمت لهم المعرض هذايا كنوع من التحرر. بالنسبة لي أنا تحررت من حاجة كانت كبستني وكانت شدتني وخلتني ساعات نفقد قيمة الوجود في ذاتي، معناتها مش في الوجود ككل، نحس بروحي كأني مرأة مصنوعة باش نأدي واجب محدود على الآخر. أنا شوية عليا باش نكون مرأة أم صغار، شوية عليا، شوية عليا باش نكون مرأة منظمة ومقدية وبنت دار، شوية عليا. ما نجمش نقعد كان هذاك الكهرباء، يلزمني ننتج ونشكل وجودي في المجتمع ونأدي يعني مهمة يحتاج نحس المجتمع يحتاجني لها. وهذاك علاش انا معناتها قعدت مواصله في القرايه وقعدت مواصله في الانتاج الفني نتاعي، وان شاء الله نكون بالانترفونسيون هذيا حسست اللي كل مراه تحس بروحها صايي فاتها الفوت وصايي ما عادش